الله تعالى يفرح بعودة عبده المؤمن بعيدا عن الأبالسة والشياطين وموبقات. هذا شهر النعمة، الشهر لنا ما فات واقعا سنندم عليه إخواني. المسيء والعياذ بالله يندم، يقول يا ليته يعود حتى أدارك، والمحسن أيضا يرى أن هذا شهر قد استفاد منه كثيرا، يا ليته قد زيد فيه. وأقرأ الدعاء الإمام في ختام الشهر، واقعا الإنسان يبكي، يبكي بمعنى البكاء الحقيقي على قيمة هذا الشهر. الإنسان يفوت هذا الشهر وهو لم يحظى بما بيّن الإمام، لا صفاء من الخطيئات ولا ابتعاد عن السيئات أو خلوص من السيئات. أجارنا الله تعالى وإياكم.